أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول نعم. يقول أرجو من فضيلتكم توضيح أسباب استجابة الدعاء. أسباب استجابة الدعاء كثيرة، منها الإقبال على الله وألا يدعو وهو غافل بقلب غافل لاهي، ومنها أن يأكل الحلال، يتغذى بالحلال ولا يأكل من الحرام، فإن أكل الحرام يمنع قبول الدعاء، ومنها أن يتحرى أوقات الإجابة، أوقات الإجابة في الأسحار وآخر الليل ويوم الجمعة، ومنها أن يدعو في صلاته في السجود. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الكثار من الدعاء في السجود في الصلاة نافلة ولا فريضة، هذا أقرب إلى الإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، كل اسم تدعو بحاجتك. نعم.